طلع. أنا اسمي خالد منيف أحمد إبراهيم سمارة، من قرية بيت عول فوق، عمري 15 سنة، الصف التاسع. مشكلة مدرستنا أنها بتقع جنب المستوطنة، وفيها المشكلة أن الجيش مثلا يوم بكينا نروح مشي بكت أن الجيش يبكوا واقفينها ويغلبوا الطلاب. شاركت في دورة تثقيف الأقران عن طريق مخيم صيفي سويناه في الخليل. أول شيء إحنا تثقفنا، بعدين إحنا حبينا أن نوعي الطلاب أن بدل ما نبكي إحنا لحالنا اللي نعرف بها التثقيف، حبينا أن نثقف الأولاد اللي معانا. أنا الجيش محلنا من الغير. افتح الشباك طلع. من نفس خريطة مدرستي. أنا أول شيء شاركت في المخيم، فعرفونا في المخيم عن شغلات كثير زي هيك، فعشان هي اختاروني اني اثقف الاطفال في المدرسه واساعدهم. كيف شكل الدور؟ انا دوري في الاشي هاي اني اثقف الاولاد اطفال المدرسه على شغلات يعني بيعرفوهاش من قبل، عشان اساعدهم وقت الحدث شو يساووا. مثلا اول اشي كلنا أول إن نساوي المظلات في المدرسة، بعدين شفنا إن في إشي أكثر أهمية راح نسويه، إن تثقيف الأقران، إن تثقيف أطفال في المدرسة، فاشتغلنا على التثقيف. صباح الخير، أنا اسمي يزن سمارة ومحمد عماد. الهدف من هذه التجربة إن تثقيف الأقران إن نوعي الطلبة على المخاطر اللي بتصير داخل المدرسة. أول إشي بدنا لعبة اسمها هب الريح، الهدف منها التعرف على المشاكل المشتركة بيناتنا وعلى المخاطر مثلا زي الاحتلال أو المستوطنة أو الشارع أو خطر داخل المدرسة. خطر داخل المدرسة أو زلزال يتفقد فيه. مثلا دخول الجيش للمدرسة شو راح يساووا، مثلا إغلاق إخلاء أو استجابة، أو عشان يعرفوا شغلات في حال إذا صار إشي يساعدوا المعلمين. هب الريح اللي شاف جيش داخل المدرسة. التجربة كانت حلوة، حبيت إن عشان الطلاب شفتهم استجابوا للإشي. لما المدير صار وقت الإخلاء والإغلاق التدريب صاروا يعرفوا أكثر شغلات، مثلا ندربهم على الإغلاق والإخلاء، فبعد بيوم أو يومين بنشوف مثلا بنخلي صفارات الإنذار جهاز الإنذار يضوي، فمنشوف إذا الطلاب استجابوا للإشي سووه صح أو ما استجابوش. أول ما يصير إخلاء ممكن أكون على رجل الإطفاء، ممكن انه انظم وممكن انه اوعي شو يعملوا. الاخلاء كان رائع جدا وكان على خطر عالي من المسؤولين. تدريب الاخلاء تم تدريبنا من قبل الدفاع المدني حول قواعد الاخلاء والاغلاق الامن، انه الجميع يكون في حاله من الامان بوجود استاذ او مشرف. واحد من الشغلات تعلمناها إننا نحدد مناطق الخطر داخل المدرسة، وإننا نعين أماكن طفائات الحريق عشان أي إذا صار حريق أو إشي اللي نقدر نستخدمهن. أنا بطلع حالي كشخص مسؤول لأني أنا أخذ دورات، يعني إني أقدر أحمي حالي في الأشياء، يعني أحسن أكثر من الطلاب اللي ما تعلموش. وأنا القدرات اللي أخذت إني يعني بدي أصير أعطين للطلاب عشان كل الطلاب في المدرسة يصير عندهم نفس القدرات اللي يقدر يحمي حالهم من أي إشي، أي خطر بصير معهم داخل المدرسة أو خارج المدرسة. ثقفونا وعرفونا عن الجهوزية الاستعداد، عرفونا على أماكن الخطر والأمان في المدرسة. احنا بنعرف ان احنا جنب جدار، واحنا بنعرف ان احنا جنب مستوطنة،
بس احنا تدربنا لنزيل هالمخاوف، ما بنطلعش على الجدار، بنطلع على الخضار اللي جنب الجدار.